مجددا اهلكم مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروسيتي على فيسبوك. معكم من مجلس النواب ربيع شنطف لمتابعه اقتراح قانون المنافسه. سمعنا شويه سجالات حاده وصراخ شوي من داخل الجلسه، على شو تركز هيدا السجال؟ طبعا دائما بهيك قوانين مفصليه واساسيه ولا عمر من الزمن بيكون في تجاذب او تباين بالافكار اللي عم تنطرح حول طبعا كيفيه التعاطي مع موضوع الاحتكار او بالاحرى الشركات الشركات محددة أو خلينا نقول الوكلاء الحصريين لكثير منهم، واللي هن بلبنان اليوم 316 شركة من أصل 3330 أساسا مسجلة، ولكن العاملة الفعلية هي 316 شركة حتى اليوم. النقاش حول كيفية التعاطي مع مبدأ الحصرية والوكلاء الحصريين، وطبعا هنالك اليوم بعد الذي حصل على مستوى الاقتصاد اللبناني وما تركوا من اثار على المستهلك اللبناني وتداعياته السلبيه، كان لابد من الوصول الى مبدا المنافسه لفتح الباب لمنافسه الشركات كي نصل بشكل واضح الى تحقيق مكسب للمواطنين. تم اقراره باللجان ولا بعد؟ اقراره باستثناء طبعا هناك ماده اساسيه، ماده الخامسه من مجمل الاقتراح القانون، واللي تتعلق بموضوع الاحتكار وكسر الاحتكار، بمعنى اوضح هو الغاء الحمايه للوكالات الحصريه وليس الغاء الوكالات الحصريه. كان قبل يعني مقتصر الامر على انه المواد الغذائيه بيقدر كتار انه يستوردوها، ولكن هلا حتى في غير مواد غذائيه ممكن شركات تستوردها غير المحتكرين السوق. طبعا كل منتج بدون استثناء، كل منتج يحق لاي لبناني شركه او شخص معنوي ان يستورد بعد اقرار هذا القانون ضمن بعضته هيئه عامه. طبعا هو اقراره بالهيئه العامه، حاليا سيتم تحويله للهيئه العامه، مع اول جلسه سيكون اكيد الاقتراح الاساسي على جدول اعمال الهيئه العامه، لانه من القوانين الاساسيه في مسيره الاصلاح لتحقيق مصالح اللبنانيين. مين كان اكثر شيء معارض لهذا اقتراح القانون؟ يعني للاسف نحن لن ندخل في ما يجري داخل الجلسه اي كتله واي نائب، هنالك طبعا اراء متباينه واضحه في كيفيه مقاربه هذا القانون والوصول الى الغاء حمايه الوكالات. للاسف ان البعض يريد حمايه الوكالات، لكن المطلوب اليوم الغاء وكالات الحمايات لان الظرف الاقتصادي تبدل كثيرا حتى اليوم. هو المفروض يكون بجلسه عامه، هل كمان من ضمن جدول اعمال الجلسه العامه يكون في مسؤول موضوع دائره 16 رجع ينحكى فيها بالانتخابات وهيدي بتخربط كل الامور؟ ما بعتقد، حتى اليوم كلام طبعا يتم ترداده اعلاميا، لكن حتى اللحظه ليس هنالك من اقتراح قانون على هذا المستوى، وليس واردا عن اكثريه الكتل النيابيه هذا الموضوع مقاربته حتى اليوم. استاذ دكتور، يعني انحكى بكل صراحه انه في مثل مقايضه او صفقه خلينا نقول بين انه حبس حاكم مصرف لبنان مقابل الدائره 16، وايضا بما يتعلق بالقاضي طارق البيطار، فهل هالشيء دقيق؟ وانحكى اكثر شيء انه هذا حكي بين الرئيس بري وكتلته وبين التيار الوطني الحر. هذا ابعد ما يكون عن الحقيقه والواقع بالنسبه لنا كتله التنميه والتحرير، لا نقارب هذا الموضوع من هذه الزاويه ابدا، ونحن على اتم جهوزيه للعمليه الانتخابيه، واكد دوت الرئيس نبيه بري ان لن نكون مع تاجيل الانتخابات ولو لدقيقه واحده، فهذا الامر الطبيعي وليس هنالك لا من مقايضات ولا تسويات. والتحالفات يعني حتى الان يتم دراسه التحالفات، لن تنتهي حتى الان رسم خارطه التحالفات. الموضوع السني كمان شائك طبعا، لانه هنالك هل وجدتم بديل سني حتى اللحظه ولا لا؟ يعني اعتقد ان الامور ما زالت في اطار
الانتظار لمعرفة كيفية البدء بالخارطة الانتخابات، يتم رسم الخارطة النهائية وعلى أساسها يتم رسم خارطة التحالفات. حضرتك مرشح؟ يعتقد يعني الموضوع في إطار الدرس حتى الآن. شكرا كثير لك، يعطيك العافية. أستاذ سيزار يعطيك العافية، شو السجلات اللي أكثر شيء بهذه الجلسة؟ مين مع ضد؟ لا، في توافق على قانون المنافسة واللي هو قانون مهم جدا، الخلاف هو كان على المادة 5 وكيفية إلغاء الوكالات مع حفظ حقوق المكتسبة بأحكام قضائية، وهذا الأمر يلي كان النقاش مطول فيه. الموضوع هو حماية اللبنانيين، حماية المستهلكين، وأيضا حماية الحقوق الحقوق اللي اصطلع فيها قرارات قضائية، فلذلك الأمر هذا كان موضوع النقاش. شكرا لك أستاذ عقاس، يعطيك العافية. انحلت القصة مع تيار المستقبل، السجلات انحلت مع تيار المستقبل. يعني بفتكر العلاقة بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل لا تتأثر بمحطات، في نظرة استراتيجية لأمور عديدة ولا مرة اختلفنا عليها وبقي الاتفاق عليها، بمعزل عن العلاقة اليومية بين الفريقين. تحالفات في شيء تحالفات تحت الطاولة فوق الطاولة؟ لا أكيد، القوات اللبنانية ما بتعمل تحالفات تحت الطاولة، لا عملتها بال 2018 ولا اليوم عايزتها تتعاملها تحت الطاولة. يعني انتم مش عايزين تيار المستقبل ولا من شيما وسلوكة انه تعمل تحالفات تحت الطاولة. نحن عم فتحين حوار وانتم عم تواكبوا من قبلنا، عم بيكون الممثل الأستاذ رياشي ومع الرئيس السنيورة، لي يعني اولا لتجاوز مرحلة اعلان قرار التعليق وما رافقه من وين صار هذا الحوار؟ وين توقف؟ ماشي يعني في عطول تواصل وعم تنطرح الأمور كما يجب أن تطرح، سواء أفضت إلى تحالف أو لم تفضي، لأنه الأهم من التحالف الانتخابي هو بقاء يعني هالحزبين التشكيلين السياسيين الكبيرين في لبنان، أنه متفاهمين على الأمور اللي قادرين يكملوا بالتفاهم عليها. هل تراهنون أنه 14 شباط ربما يكون خطاب الرئيس سعد الحريري باتجاه أنه حيسمح لتيار المستقبل أن يأخذ هذه الانتخابات؟ نحن نتمنى أولا أن تجرى الانتخابات بموعدها، ونتمنى أن لا يمس بحق المغتربين بالتصويت. مسألة التحالفات صدقني هي مسألة تأتي في المقام الثالث من حيث الأولويات بالنسبة لنا. أكيد تحالفنا مع أي قوى سياسية نحن قلناها قبل ما يبرز هذا الخلاف يجب أن يكون مبنيا على اتفاقات مشتركة، على رؤية واحدة، ما يكون تحالف انتخابي ظرفي نضحك فيه على الناس وتاني يوم نرجع نختلف. وما ينطبق على تيار المستقبل ينطبق على كل التشكيلات اللي ضحك على الناس. الكل ضحك على الناس، وخصوصا التسوية الرئاسية اللي صارت وقصة، يعني في كتير أمور وتجاذبات اللي صارت. ما كانت من قبيل الضحك على الناس التسوية الرئاسية، التسوية الرئاسية من جهتنا نحن أولا كانت مبنية على بالعكس على مصالحة تاريخية بين الناس وتحديدا بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وطي صفحة الماضي. هلأ الملابسات اللي رافقت تنفيذ هذا الاتفاق السياسي نحن بنظرنا ومتأكدين أنه من يتحمل مسؤولية إسقاط هذا الاتفاق هو فريق التيار الوطني الحر وفريق العالم. ندمتوا على هذه التسوية؟ هلأ إذا تتقدموا لجمهوركم قبل الانتخابات تقولوا نحن ندمانين؟ نحن لم نندم على المصالحة، لم نندم على نيتنا بالإتيان بالرئيس ميشيل عون لكي يكون حكم ولكي ينفصل ويعني يوقف بالنص بين جمهور 14 أدار وبين جمهور 8 أدار. مش نندم، نأسف إلى سلوك الرئيس عون وسلوك التيار الوطني الحر من بعد اتفاق معراب. أنتوا بتعترفوا أنه هذا الخيار كلف البلد كتير، أنتوا بتعترف الخيار يعني لازم تندموا على الأقل. الخيار كان مبني على نظرة لنا أنه هذا يريح البلد وهذا أحسن من الفراغ. هلأ ما رافق ذلك
من ملابسات برجع بقول لك لا يشعرنا بالندم بل يشعرنا بالأسف. منندم على اللي وصلنا لهون، ما منندم عنه نحن أخذنا هذا الخيار. فرق حدا وصل كتير، فرق كتير كبير. يعني ما فيك تقلي أنت ندمان لأنك اخترت الرئيس عون، لأنه أنت كنت بهداك الوقت معتبر أنه الرئيس عون والإتيان بالرئيس عون قد يكون مربح للبلد. إذا الرئيس عون وفريق العهد ما وصلونا إلى هذه النتيجة وما جعلوا هذه الأمانة حقيقة واقعة، ما فيك تلومني لإلي على خياري، فيك تلوم الشخص اللي ما أخذ هذا السلوك اللي نحن كلنا منتظرينه، كنا مش بس القوة اللبنانية، كل اللبنانيين. شكرا لك أستاذ جورج عقاس. طبعا يعني عم تباعا النواب عم بيتم عم يخرجوا من هذه الجلسة التي انتهت والتي هي على جدول أعمال عدة أمور، خصوصا موضوع المنافسة، هي جلسة للجان النيابية المشتركة، تم إقرار قانون المنافسة وبالتالي سوف يحال إلى مجلس النواب لعقد جلسة عامة ودراسة هذا الموضوع بشكل يعني مكثف أكثر. كان هناك يعني معطيات تشير إلى أنه يمكن يعني كتلة المستقبل هي من الكتل اللي حطت ملاحظات حول هذه المسألة، وأيضا هناك يعني إذا فينا نقول تضارب بوجهات النظر صح التعبير بين كتل عدة بهذا الإطار. رح نشوف النائب رولا الطبش اللي هي من كانت من النواب لست رولا، يعطيك العافية. يعني حطتك نحكى أنه من النواب اللي كنت عم بتدافع عن قصة الاحتكار، هل هالشي دقيق وشو وجهة نظركم بقصة المنافسة؟ لا أبدا مش مزبوط هذا الحكي، نحن ضد الاحتكار، بالعكس اشتغلنا قانون للمنافسة. المشكلة بلبنان ما عم يعرفوا الفرق ما بين الوكالة الحصرية وما بين الاحتكار. الاحتكار ممنوع، والاحتكار ممكن يكون إذا كان عندك وكالة حصرية أو ممكن يكون عندك وكالة وما يكون عندك احتكار. نحن مع مبدأ المنافسة، حرية المنافسة، بالعكس فتح الأسواق للجميع. نحن عملنا قانون بالعكس فيه عدالة بشكل أنه اليوم يكون لأي شخص كان سواء شخص طبيعي أو معنوي أن يستورد أي منتج اللي كان وبحرية تامة. ولكن كل ما هو بالموضوع أنه أصحاب الوكالات اليوم إذا كان في ناس عندها حقوق على الشركة الأجنبية ترتب لها أي تعويض معين، نحن عم نطلب أنه يكون في ضمانة بالقانون أنه هيدا الشخص اللبناني المتضرر من شخص أجنبي أنه يقدر ياخد تعويضه، وهيدا الشيء ما بيمنع أنه شخص تاني آخر لبناني يستورد أو يفوت بضاعة على البلد. نحن منا ضد أي تجار آخرين، نحن مع حماية المستهلك، ومع على الأقل أنه أنا كمان بأي منطق اليوم إذا أنا لبناني وإجا شخص أجنبي فكس معي وإلي حق عليه بتعويض، إجي يقول أنا اليوم ما في شيء بيحميك والشركة الأجنبية اليوم ما إلا تعطيك تعويض. هذا هو كل هذا الخلاف. نحن اليوم بدنا نضمن الأشخاص اللبنانيين سواء كانوا واحد ولا عشرة بأنه ياخذوا تعويضهم. أما تشويه الصورة بأنه نحن ضد الوكالات، رفع الوكالات الحصرية أو ضد الاحتكار، هذا أمر غير مقبول، وعم بسمع كتير هذا الحكي، وهذا موضوع شعبوي بامتياز وغير صحيح. ستر لا أكيد يعني الكل اللي عم يحضرنا لابد أنه ناطر سؤال، الكل عم يسأله هل حضرتك مرشح على الانتخابات النيابية المقبلة، شو رح تعملوا بهذا الموضوع؟ لأنه يعني كتير عم نحكى بهذه القصة. بعد هذا القرار بعد ما اتخذ بوقت مين بياخده، هل الرئيس الحريري أو حضرتك؟ لا هي حسب هلا الظروف اللي المقبلة ببقى بحدد موقفي يعني منه. بعد 14 شباط حتحدد الموقف ان شاء الله. ممكن يتغير شيء ب 14 شباط بموقف رئيس الحريري انه يسمح لي اللي بده يترشح من نواب ويترشح؟ اول شيء ما يعني رئيس الحريري ما منع نوابه من الترشح، هو طبعا حكي عن تيار المستقبل، ولكن هذا الموضوع دائما نترك انه انتظروا 14 شباط وشوفوا الرئيس الحريري شو راح يحكي. بس الكل عم بيقول انه حضرتك ضمن لائحه، والبعض حط بعض الاسماء كمان ببيروت. لا هذا كلياته بعد تحليلات انا عم بسمعها مثلي مثلكم. شكرا لك ست رولا الطبش. اذا مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك، يعني نحن معكم من استاذ الي مستعجل. الا مستعجل استاذ الان، خلينا نشوف اذا بعد في حدا مبين علينا. على الأرجح أنه الأكثر يفلوا من مجلس النواب. على كل ابقوا معنا لموافاتكم بأي جديد. كما معكم ربيع شنطة فراد بكامل، إلى اللقاء.